بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حبيتي طلبة الأعزاء، طلبة كلية الإمام الكاظم أقسام الديوانية المرحلة الرابعة، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الشبكات. هذا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تشابتر مهم من تشابترات اللي موجودة في كتاب قسم هندسة تقنيات الحاسبات مادة الشبكات. هذا الشابتر يتكلم عن الداتا لينك لاير. احب اذكركم انه احنا كملنا الشابترين الاول والثاني. الشابتر الاول اللي كان يتكلم عن الانترودكشن لكمبيوتر نتوركس، واخذنا باساسيات هندسه العفو اساسيات شبكات الحاسبات من ناحيه المقدمه عن شبكات الحاسبات والداتا ريبريزنتيشن، من ناحيه كذلك الداتا فلو، السمبلكس والهال دوبلكس والفول دوبلكس، وشرحنا انواع التوبولوجي وكيفيه انسياب البيانات داخل التوبولوجي، وكذلك شرحنا الكيبلز اللي موجوده، العفو الميديا اللي كانت واير ووايرلس، اللي هي كان التويستد بير والكوكسيل كيبل والاوبتيكال فايبر، وشرحنا كذلك الوايرلس الميديا الوايرلس اللي كانت بنهاية الفصل، وذكرنا انه من الميديا الوايرلس اللي هي الراديو ويفز والمايكرو ويفز والانفراريد. وكذلك بعد اكمال الفصل الاول كان هنالك مجموعة من الاسئلة بنهاية الفصل، وبعد ذلك دخلنا على الشابتر الثاني اللي يتكلم عن النتوركينج موديل. النتوركينج موديل اللي هو عندنا نوعين، الاو اس اي ريفرنس موديل اللي تكون من سيف ليرز، والموديل الثاني اللي هو تي سي بي اي بي اللي يتكون من 4 موديلز. وشرحنا بكل موديل من الموديلات اللي موجوده، اللي هي كانت تكون من 7 layers or 4 layers the functions of the each layers، وناقشناهن بمثال من الامثله اللي شرحتكم به للمحاضرتين السابقتين اللي هي مال تشابتر الاول والتشابتر الثاني محاضرات العفو. طبعا الشابتر الثاني استغرق من عندنا تقريبا بأربع محاضرات، والشابتر الأول استغرق محاضرة ملخصة مصورة. كل المحاضرات هاي تلقونها مصورة بالقناة الخاصة بي. طبعا الشرح هذا والمحاضرات هاي تابعة لكلية الإمام الكاظم أقسام الديوانية قسم هندسة تقنيات الحاسبات. اليوم أحبتي الأعزاء راح نكمل وإياكم الليارات اللي موجودة عندنا. طبعا احنا شرحنا بالشابتر الثاني الليارات لكن بشكل مختصر، هنا راح نطب بشرح مفصل عن كل لير من الليارات اللي موجودة عندنا. اليوم ان شاء الله نشرح داتا لينك لير. داتا لينك لير حبتي الاعزاء، طبعا بكل البيانات ترتب على شكل فريم او باكيت. هنا طبعا بالداتا لينك لاير، طبعا بالنتورك لاير قلنا داتا جرام، وبالداتا لينك لاير راح يكون اسم الباكيت او الحزم اللي موجوده عندك تسمى بالفريم. طبعا هنا بالداتا لينك لاير راح نضيف الهيدر، ومثل ما تعرفون انه احنا عندنا الهيدر هو يحتوي على يمن على الهيدر يحتوي على الادريسنج المن للسورس والديستنيشن. عندنا يحتوي على يمن على الادريسنج المن للسورس والديستنيشن، يعني هنا راح نضيف الهيدر وراح نضيف نهاية الفريم ما يسمى بمن بالتريلر الرأس والتذييل. قلنا بالهيدر راح ينضاف عندي ما يسمى بمن بالادريسنج. الادريسنج مثل ما تتذكرون احنا راح نضيف عنوان للهدف وللسورس وللديستنيشن. هنا ما يخصنا بمن بالداتا لينك لاير
بالداتا لينك لاير راح نشرح شنو الوظائف اللي موجودة عندي. طبعا الادريسنج اللي موجود بالداتا لينك لاير هو يسمونه الفيزيكال ادريسنج، وله مسمى ثاني يسمونه هاردوير ادريسنج. وعندنا احنا اكثر من نوع من انواع الادريسنج، عندنا الهاردوير ادريسنج، عندنا السوفتوير ادريسنج، وعندنا البورت ادريسنج. طبعا الفيزيكال ادريسنج او الهاردوير ادريسنج اللي هو نفسه الماك ادريسنج، ومثل ما تعرفون شرحنا احنا بالماك ادريسنج شرحنا انه الماك ادريس اللي هو العنوان اللي موجود وين بمن بالان اي سي، وين موجود بمن بالان اي سي اللي هو الكارت اللي موجود بالحاسبه، كارت الشبكه اللي موجود بالحاسبه، وسواء كان هذا الكارت هو خاص بمن بالواير او الوايرلس. وقلنا كوفيد بروتوكولات موجوده تعمل على نقل البيانات. زين، من اهم الوظائف كذلك الموجوده بمن بالداتا لينك لاير، هسه احنا اول وظيفه هي راح نشوفها هي الفريمينج. وقلنا انه كل طبقه من الطبقات اكو فد شكل المن للبيانات. هنا الفريمينج اللي راح يصير عندي راح نضاف الى هيدر وتريلر. وقلنا الهيدر داخل الهيدر راح يكون ينضاف عندي العنونه للسورس والديستنيشن، وطبعا بالتريلر راح تنضاف العمليات او الطرائق اللي خاصه بمن باكتشاف الاخطاء وتصحيحها. زين، من اهم الوظائف كذلك بالنسبه للداتا لينك لاير هو ما يسمى بالفلو كنترول. واحنا سبق انه ذكرنا في مختصر عن الفلو كنترول بمن باللايرات. قلنا الفلو كنترول هو المسؤول عن التوفيق ما بين السرعة اللي موجودة ما بين السندر والرسيفر وكمية البيانات المرسلة ما بين السندر والرسيفر حتى ما راح يصير عندي أخطاء. ولنفترض صار عندي أخطاء راح يدخل بيها بعملية ثانية يسمونها الايرور ديتكشن، كذلك موجودة بالداتا لينك لاير. والايرور ديتكشن هي أكثر من طريقة موجودة عندنا اكتشاف الأخطاء، وكذلك ورا ما نكتشف الاخطاء راح نقدر نصحح هاي الاخطاء. فاول موضوع عندنا الفريمينج. الفريمينج طبعا عندنا هنا له مواضيع، هذا الفريمينج هاي اللي شرحته كله عبارة عن مقدمة. الفريمينج مثل ما قلنا data transmission in the physical layer means moving bits in the form of the signal from the source to the destination. هنا أنا يقول لك البيانات المرسلة بالphysical layer تقصد بها أنه حركة البتات in the form of the signal from the source to the destination. طبعا بالphysical layer قلنا احنا أنه كل layer من اللايرات اكو فد شكل للبيانات. هنا أنا البيانات بالphysical layer راح تتحول البشارة المن او العفو البتات اللي موجودة عندي الى مجموعة اشارات، وقلنا هاي الاشارات تكون يا اما اشاره كهربائيه او اشاره ضوئيه. طبعا هنا بالداتا لينك لاير نحتاج انه نسوي تغليف المن للبيانات، وهاي التغليف مال البيانات هو بالضبط انه عمليه شلون نقدر يعني نرسل رساله ما بين مجموعه اشخاص او شخص الى مجموعه اشخاص. هذا الشخص راح يجي يعمل ظرف ويطبي عنوان، كذلك هنا عملية تأطير البيانات اللي موجودة عندي من قبل السورس تسمى بمن بالفريمينج. واضح؟ فهنا تشبه عملية اعطاء مسج معين او رسالة معينة من شخص المن الى شخص اخر. انواع الفريمينج اللي موجوده عندي، الفريمينج انواعها عندنا نوع يسمونه الفيكسد سايز فريمينج، والنوع الثاني يسمونه الفاريبل سايز فريمينج. الفيكسد سايز فريمينج يكون هنا ما يحتاج انه نخلي باوندريز يعني حدود المن للفريم. هنا راح يكون الفريم عبارة عن حجم محدد يستخدم ما يسمى بالسيلز، عبارة عن مجموعة خلايا.
طبعا مثل ما موجود بمن يستخدم باللوكال اريا الوايد اريا نتورك الاي تي ام، حتى تفهمون شنو معنى الفيكس سايز فريمينج وشلون راح تكون الطريقه. خلينا ناخذ في الشرح مختصر عنه. هنا قلنا احنا الفريمينج، هنا الفريمينج عندنا نوعين، إله عندنا الفيكسد سايز النوع الأول، وراح نجي نشرح الفيكسد سايز فريمينج. بالفيكسد سايز فريمينج خلينا نجي نرسم رسم معين حتى يتوضح لكم شنو هو الفيكسد سايز. هذا الفريم اللي موجودة عندي مثلا، عندي هنا مثلا خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عندي هنا ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، زيرو، سبعة، ثمانية، تسعة، زيرو، ون، وخلنا نجيب آخر واحد هذا نمسحه، نمسح. نجي نشرح. هنا هذا النوع يكون مكون من مجموعه من السيلز. هنا ما يحتاج محددات. شلون ما يحتاج محددات؟ نجي هنا للارقام في بدايه الفريم، شو يسمونه؟ يسمونه كاركتر كاونت. هاي بالبدايه يعني سانا مثلا هنا هذا شو يسمونه؟ يسمونه كاركتر كاونت. كاركتر كاونت خمسة يقصد به انه هذا الفريم يتكون من خمس خانات، واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. يعني هذا الفريم الاول لحد من؟ لحد هنا. هذا نقدر نقول عنه انه هذا فريم نمبر 1. من نجي للوراء اللي هنا، بداية كنا بداية الفريم هو يبين عدد الخانات اللي موجودة عندي هنا ستة، يعني واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن هنا هذا الفريم اثنين، واضح؟ فمثل ما تعرفون انه هنا النوع الاول اللي يسمونه الفيكسد سايز، الفيكسد سايز انه يتكون من احجام محددة. يعني هذا هنا ماكو داعي انه نعرف بداية، بس هنا بس بجيت اللي هنا قريت انه خمسة، يعني عندنا هنا خمسة، هنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا الفريم الأول. وهذا هنا جينا اللي هنا لقينا ستة، لازم نعد ستة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عرفنا بداية ونهاية الفريم اللي موجود عندي. زين، في بعض الأحيان مثلا جينا اللي هنا، مثلا جيت اللي هنا لقيت زيرو. ناس شلون بهاي الحالة؟ هنا بهاي الملاحظة يحتاج انه ترجع لي من الفريم اللي قبله، هنا أربعة، لازم تعدي هنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهكذا، فقط في حالة الزيرو. هاي كملاحظات خاف تجيكم بعض المصادر انه يقول لك شنو طول الفريم اللي موجود عندهم، مين يبدو مين ينتهي. زين، هذا النوع الأول اللي يسمونه الفيكس سايز. النوع الأول اللي يسمونه الفيكس سايز مثل ما ذكرت لكم إياه هنا، مثل ما شرحت لكم إنه يتكون من الفريم، يتكون مجموعة من الخانات، نعرف بداية الفريم الكاركتر كاونت، العنوان مال العد مالته خمسة كان، ستة، سبعة، وهذا هنا راح يحسب ويطلع الحجم مال الفريم الاعتيادي. زين، نجي للنوع الثاني اللي يسمونه الفاريبل سايز فريمينج.
هنا نحتاج انه نعرف يعني هذا النوع الاول ما يحتاج من الى بداية ونهاية. النوع الاول هذا، النوع الثاني اللي يسمونه الـ variable size framing. هذا النوع نحتاج انه نعرف بداية الفريم اوف فريم و end of frame. نحتاج بداية الفريم ونهاية الفريم. هنا شلون راح نحدد بداية ونهاية الفريم؟ راح نعتمد على طريقتين. الطريقة الأولى يسمونها character oriented، والطريقة الثانية يسمونها bit oriented. طبعا طلاب هنا اللي موجود بالكتاب مثل ما تلاحظون أمامكم، اللي موجود بالكتاب فمختصر عن هذا الموضوعين، وما متطرق لمن للشرح الشرح بصورة معمقة. هنا أنا دخلت بالتفاصيل آني حتى تفهمون شنو الفيكس سايز، يعني هذا اللي شرحته لكم فقط حتى تفهمون شنو الفيكس سايز والفاريبل سايز. بالنسبة هنا البيانات اللي راح تجيني من الابر، هنا بيانات راح تجيني من الابر لاير، هاي داتا ابر لاير، هاي لنفترض ان هاي البيانات اللي اجتني، هاي الداتا. شو يسوي اللي هنا؟ راح يجي طبعا هنا اول ما اجت راح يصير بيها، راح يصير بيها هيدر وهذا تريلر، هذا الهيدر وهذا التريلر، ومثل ما ذكرنا انه هو بالهيدر راح نضيف السورس والديستنيشن ادريسنج، والتريلر اللي هو يكون مسؤول عن عمليه اكتشاف الاخطاء وتصحيحها. شلون راح احدد بدايه الفريم ونهايه الفريم؟ البيانات شلون راح تصير عندي بهاي الحاله؟ هنا أنا راح استخدم ما يسمى بمن بالفلاج. فلاج، هذا الفلاج راح استخدمه حتى اخلي بيه يعني حتى عن طريقه راح اعرف بدايه ستارت وهنا أنا الاند، بدايه ونهايه الفريم. يعني من اجى الفلاج، يعني العفو، من اجى بالريسيفر راح يعرف بواسطه هذا الفلاج انه بدا الفريم، وبواسطه هذا الفلاج انتهى الفريم. زين هذا الفلاج العفو شنو هو الفلاج هذا؟ الفلاج عاده يتم استخدامه بكاركتر معين. هذا الكاركتر يكون مستخدم، العفو، هذا كاركتر ما نستخدمه من ضمن البيانات اللي موجوده. يعني هنا الداتا اللي موجوده اكيد تتكون من مجموعه مثلا من التكست اللي موجوده عندي، فنستخدم تكست معين هنا، حرف معين او رمز معين ما موجود من ضمن البيانات اللي موجوده عندي هنا. بهاي الحالة قدرت اني انه ابين بداية الفريم شنو ونهاية الفريم شنو. طبعا هذا الكاركتر اورينتد اكو بروتوكولات مستخدمة وياه، هذا النوع يستخدم عندما يتم تبادل نصوص فقط. هنا اذا كان تبادل للنصوص فقط تكست راح نستخدم كاركتر اورينتد بروتوكول، وراح نستخدم وياه فلاجز، يعني حروف، هاي الحروف واحد من الحروف اللي موجودة يستخدمها في بداية الإرسال وبداية الفريم ونهاية الفريم اللي موجود عندي. بهاي الحالة قدرت انه اميز هذا باستخدام هنا شوف special character، وهنا استخدمنا كذلك special character. طبعا
طبعا انا ما اريد ان ادخل بتفاصيل يعني اكثر من هذا الموضوع، بيتكون فقط فد نظره مبسطه عليه حتى تفهمون شنو الفيكس سايز وشنو الفاريبل سايز فريمينج. لان اكو بحالات ثانيه انه يجي الفلاج هذا اللي موجود ببيانات، يعني يجي بنفس الرمز اللي موجود او بواحد من الرموز المستخدمه بينا بالداتا، وتدخل بها ما يسمى بالبايت ستوفينج، بايت ستوفينج، وهذا ما اريد ان ادخل به لان هذا الموضوع مو ما تابع علما للمحاضره مالتنا. النوع الثاني اللي شو يسمونه، يسمونه بيت اورينتد. النوع الثاني اللي يسمونه البيت اورينتد. شنو البيت اورينتد؟ البيت اورينتد النوع الثاني اللي يسمونه البيت اورينتد. البيت اورينتد راح استخدم كذلك فلاج، لكن هنا الفلاج راح نستخدم نتفق على فد سيكونس معين. هذا السيكونس اللي موجود 0 1 2 3 4 5 6 0، هذا راح يكون بداية هذا الفلاج، بداية الفلاج، وهذا بداية الفريم، وهذا نهاية الفريم اللي موجود عندي. كذلك 0 1 2 3 4 5 6، هذا الفلاج وهذا الفلاج. هنا أنا راح يكون عبارة عن ورا راح يجي عندي الهيدر، وورا هنا راح يصير عندي الداتا، وورا هذا اللي هنا راح يستخدم عندي التريدر. هذا مثل ما تلاحظون زيرو، وتجي وراء ست وحدات، ست وحدات متوالية وراء زيرو، هذا بداية الفلاج ونهاية الفلاج. زين، هنا من الممكن انه تصير عندي مشكلة. شنو هي المشكلة اللي راح تصير عندي؟ ممكن انه بالداتا الموجودة، طبعا هذا النوع البيت اورينتد اكو بروتوكولات موجودة نستخدمها، بيت اورينتد بروتوكولز، يمكن انه نستخدمها بمن للصور والفيديو، ذاك علما للنصوص. زين، هنا أنا اللي راح يصير عندي شنو؟ ممكن انه بالداتا اللي موجوده عندي، مثلا هنا أنا بالمكونات مال الداتا عندي هنا أنا، كانت تجيني نفس هاي البيانات اللي موجوده. يعني شنو؟ يعني تجيني كذلك، تجيني بهالصيغه هاي، الصفر وراها ست وحدات، 1 2 3 4 5 6. هنا أنا الحال، هنا بهاي الحاله من يجي الريسيفر يريد يقرا البيانات راح يجي يلقى هذا الرمز. بهاي الحاله بعدنا انا بنص البيانات جاي ارسلها وجاي استلمها، بهاي الحاله راح يعتبر انه هذا الفريم هو انتهى، لان احنا عرفنا انه اجى اللي هنا اجى قرا مثلا بدايه الفريم هذا. ورا هذا الشيء من اجى اللي هنا نص البيانات جاي يستلمها لقى هذا الرمز وهاي البيانات اللي موجودة عندي، بهاي الحالة راح يقطع ويعتبر انه الفريم انتهى. هنا شنو الحل حتى يعني احل هاي المشكلة؟ عندي هاي المشكلة، الحل انه راح نستخدم بت واحد. هنا راح استخدم عملية اضافة 0 1 عند مرور 5 وحدات متوالية. لذلك بهاي الحالة المستقبل راح يعني ما يخطئ بمن بالنمط على انه هو فلاج. واضح؟ يعني شنو؟ يعني انا هسه هنا لنفترض عندي البيانات اللي موجوده عندي، خلينا نفترض انه انا عندي هاي الداتا، هاي الداتا اللي موجوده، اجى بالبدايه هذا الفلاج ما عنده مشكله، وراها اجت البيانات اللي موجوده هنا اللي هي 0 0 0 1 1 1 1، هاي هنا 4 1 1 5 6، صار عندي وجد دور وراها مثلا 0 0 1، وهكذا يكمل هاي الداتا، وهنا جاي يكمل. هسه من يجي الريسيفر يقرا البيانات اللي عندي شو راح يلقى؟ راح يلقى 0 1 1 2 3 4 5 6، كم واحد؟ 6 وحدات. هذا مو نفس الفلاج اللي احنا اتفقنا انه راح نستخدمه بالهيدر والعفو بالبداية الفريم ونهايته. اذا في هاي الحالة ايش راح يسوي؟ راح يعتبر انه البيانات انتهت هنا، يعني استقبل ذني وخلاص انتهت البيانات، راح يقطعها اللي هنا ورا الستة، راح يقطع باعتبار انه هذا فريم.
هذا العفو فلاج، نهاية الفريم اللي موجود عندي. شلون أعالج هاي المشكلة؟ راح أجي أقول مثل ما أعطيتكم الملاحظة، 5 وحدات، 1 2 3 4 5، سوى هنا أنا إجا خلى هذا زيرو، راح يصير عندي، راح يصير عندي 0 0 0 1 1 1 1 1، هذا الزيرو اللي اتفقنا عليه اللي ينزل هنا. أنا الدورج عندي هنا يرجع هذا 1 وهذا 0 0 1 وهكذا ويكمل. من يجي الريسيفر يريد يقرأ، ايش راح يقرأ؟ يقرأ 1 2 3 4 5، ما لقى 6. اذا هاي من ضمن الداتا اللي موجودة. هو راح يخلي بباله انه من تجي كل بيانات كل 5 يجي وراها 0 بالاستلام، راح يوخر هذا 0 باعتبار انه هذا عرفه علما لعملية الديستريبيوشن اللي هو عملية التمييز اللي موجودة عندي بداخل هذا الفايل. واضح؟ هذا هنا شو استخدمنا؟ استخدمنا طبعا كملنا شرح الفريمينج، نرجع للمحاضرة، كملنا شرح الفريمينج اللي موجود عندنا. طبعا هنا بشكل مختصر انا شرحت لكم اياها بصورة مفصلة. نجي هنا أنا. طبعا هذا الايرور كنترول الديتكشن والكوركشن شارحة لكم ومحاضرة وحدها، طرق اكتشاف الأخطاء تلقونها بالموقع بالقناة مالتي، شارحة لكم بالتفصيل، وهاي المسائل كلها شارحة لكم. اللي بقى عندي هنا بالشابتر هذا هو الفلو كنترول. طبعا كملاحظة لك انه الفلو كنترول وتخلوا وياها زائد الايرور كنترول، ممكن انه اذا تسمع مصطلح داتا لينك كنترول. واضح؟ من تسمع داتا لينك كنترول هي الفلو كنترول والايرور كنترول. طبعا الايرور كنترول هو سيطر عليما على الاخطاء واكتشافها. الفلو كنترول هسه راح نجي نشرح شنو الفلو كنترول. بالبدايه هنا أنا راح يعني الخص لكم على هيئه نقاط. النقطه الاولى انه الفلو كنترول هي تحدد كمية البيانات المرسلة عندي، تحدد كمية البيانات المرسلة، وطبعا باستخدام مجموعة بروسيجر موجودة عندي. هاي البيانات المرسلة تحدد قيمتها يعني قبل انه تجيني الاكنولوجمنت. الاكنولوجمنت مثل ما شرحت لكم اياه انا بالاو اس اي رفرنس موديل، انه بيانات عندي اريد ارسلها، دزيت البيانات، ما اقدر ادزن بيانات ثانيه اذا ما يجيني اعلام من الريسيفر. واضح؟ فالاكنولوجمنت هو اعلام بمن باستلام البيانات من قبل الريسيفر بصوره صحيحه. فهي مجموعه من البروسيجرز اللي تخبرنا انه السندر ايش قد عنده بيانات انه ممكن انه يرسلها قبل انه تجيني الاكنولوجمنت الموجوده من الريسيفر. زين، نقطه رقم 2 انه الريسيفر او العفو الفلو اوف ذا داتا ماست نوت بي الاود. هنا هاي الكلمه الاوفرويم اللي هي ارهاق، لا تسمح بارهاق الريسيفر باستلام بيانات اضافيه قد تكون غير قابله على معالجتها. يعني انا عندي سندر وعندي ريسيفر وعندي ريسيفر واكو عندي تبادل للبيانات بيناتهم. عاده السندر هو يدز بيانات، عمليه ارسال البيانات والفريمز اللي موجود عندي يكون بصوره اسهل من استلامها. ليش؟ بالاستلام هنا لازم يستلم البيانات، كذلك لازم شو يسوي بنفس الوقت؟ راح يسوي لها بروسينج، وبالتالي عادة هنا الريسيفر دائما يصير عنده مشاكل بمن بعملية استلام البيانات ومعالجته، ما راح يلحق على اليمن على السرعة اللي موجودة بمن بالسيرفر. فهنا الفلو كنترول انه لا تسمح بارهاق الريسيفر باستلام بيانات اضافية. هاي البيانات قد تكون غير قابلة علما على المعالجة. ليش؟ لان سرعتها تكون بسبب سرعات المحددة، يعني الريسيفر له فد سرعة، بسرعة استلام وكذلك سرعة معالجة. بالإضافة إلى ذلك أكو فد ذاكرة محددة بداخل الريسيفر هذا،
زين، هنا ايش راح يصير المستلم؟ المستلم يطلب من المرسل تقليل ارسال الفريم او توقف بصوره مؤقته. يعني هنا الريسيفر يحتاج انه يطلب من السندر يلا انه تقلل السرعه اللي جاي ترسل بها البيانات او اتوقف بصوره مؤقته. البيانات القادمه اللي يجي اللي تجيني يعني مو يحتاج بس انا استلمها، احتاج انه اشيكها واعالجها قبل انه استخدمها بداخل جهاز مات. زين، هاي النقطه رقم 2. نقطة رقم 3، نقطة رقم 3 يقول the receiving device must be able to inform the sending device before choose limits are reached and to request that the transmitting device send fewer frames or stop temporarily. هاي شرحت لكم اياها من ضمن النقاط من النقطة الثانية، انه يحتاج انه يخبر يسوي ريكوست الى السندر انه يقلل الارسال مالته او يوقفه بصورة مؤقتة عندي هنا. ليش؟ لان احنا البيانات اللي راح تجيني يحتاج انه اسوي لها تشيكينج وبروسينج بيفور انه استخدمها، قبل انه استخدمها بداخل الجهاز مالتي. ثلاثة عندي بسبب عملية المعالجة الـ rate of processing انه تكون ابطأ من الـ rate of the transmitting، لان عملية المعالجة دائما تكون انه ابطأ من الارسال. هو بس يرسل هنا، المعالجة يحتاج انه يحتاج وقت حتى يعالج، وكذلك يحتاج وقت انه يخليها بالبفر. هسه نجي نشرح شنو البفر. لذلك ظهرت هاي المشكلة، على الرغم انه المستلم هنا ممكن انه استخدم البفر. شنو البفر؟ شنو البفر؟ البفر انه عبارة عن انه شو راح يسوي؟ راح يستخدم البيانات يخزنها بداخل الذاكرة مالته، يستلم البيانات بنفس الوقت يعالج. يعني عنده في الذاكرة محددة، هاي الذاكرة راح يخزن الفريم اللي راح يجي عنده. هسه هنا أنا دخلت عندي مثلا للجهاز هنا، هاي هنا اكو فد فريم معين يصير بيه معالجة. هذا هنا من دخل هنا اكو فد فريمز، شنو باق وين؟ هذا فريم، هذا الاول، هنعتبر هذا الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع. هنا ذني الفريم اللي موجودات يسمون موجودات وين؟ بالبفر اللي هي الذاكرة. هنا يعني صح هو جاي يعالج، بس بنفس اللحظة هو ذني مستلمهن. مستلمهن وين مخليهن؟ مخليهن بمن؟ بالبفر. لكن إذا تلاحظ مرات إنه بعض الأحيان البفر يصل إلى حد الامتلاء، يعني راح هنا راح يصير فول عنده هنا. بهاي الحالة يجب إنه يستخدم الفلو كنترول حتى نسوي عملية السيطرة اليمن على تدفق البيانات الواصلة. وصلنا لمن النقطة الرابعة اللي هي الفلو كنترول تكون عندي مهمة. هاي نقطة رقم 4، الفلو كنترول مهمة عندما تكون هنالك إمكانية إرسال البيانات بصورة أسرع. يعني نحتاج إنه نرسل البيانات بصورة أسرع، حيث إنه الريسيفر بإمكانه أن يستلم ويعالج، وهذا ممكن أن يكون الريسيفر عنده قدرة تمرير عالية. هنا أنا بهاي الحالة راح يعني نعتمد، يعني نعتمد عليمن على الفلو كنترول. فعادل هاي النقطة انه الفلو كنترول تكون عندي مهمة، هاي يكون عندي مهمة. ليش؟ الحالة الاعتيادية، حيث انه الريسيفر بامكانه ان يستلم ويعالج، وهذا ممكن يحدث اذا كان الريسيفر، هاي تنتبه لها، له قدرة تمرير عالية التحمل مقارنة بالحاسبة المرسلة. زين، النقطة الخامسة، هنا يجب علينا انه نميز ما بين الكونجشن كنترول اللي هي سيطر اليمن على الاختناق والفلو كنترول. شلون؟ طبعا الفلو كنترول تستخدم للسيطرة اليمن على انسياب البيانات عندما تحدث عملية اختناق بمن داخل الشبكة.
هنا عملية الاختناق تحدث إذا كان عندي هنا إرسال إرسال بيانات إرسال بيانات. هنا بهاي الحالة راح يصير عندي اختناق بمن بداخل الريسيفر، وبالتالي شلون أسيطر على عملية الاختناق اللي موجودة عندي بداخل الريسيفر؟ راح أستخدم تقنية، يعني واحدة من تقنيات الفلو كنترول، حتى أستطيع أسيطر على انسياب البيانات اللي موجودة عندي. زين، هنا أنا نشرح أنواع الفلو كنترول. هنا عندي أنواع من الفلو كنترول. مرات تصير عندي القنوات اللي موجودة نويزليس. نويزليس يعني شنو؟ يعني قناة بيرفكت ما بها أي إرار، إرار فري هاي الشانل. طبعا الأنواع البروتوكولات المستخدمة هنا simplest بروتوكول ستوب أند ويت، وأكو عندي قنوات تكون عندي نويزي، يعني قنوات العادية بصورة الاعتيادية يكون بها أكيد يصير بها أخطاء معينة. وهاي الأنواع البروتوكولات ستوب أند ويت، أوتوماتيك ريبيت ريكوست، وجو باك ان، وجو باك ان اوتوماتيك ريبيت ريكوست، وسيلكتيف ريبيت ريكوست، العفو سيلكتيف ريبيت اوتوماتيك ريبيت ريكوست. ذني الانواع اللي موجوده عندنا اغلبهن يعودا علما للسلايدنج ويندو. احنا حتى نشرح لكم بصوره مبسطه عندنا الانواع اللي داخله عندي هنا بالمنهج، انه الانواع اللي موجوده عندنا، عندنا فقط النويزي شانل اللي من يكون عندي القناه صوره مثاليه او ما بها اخطاء، اللي عندي simplest بروتوكول وستوب اند ويت، وناخذ شيء مختصر عن السلايدنج ويندو. فخلينا نجي نشرح اول واحد اللي هو الـ stop and أو الـ simplest protocol. هذا simplest protocol. simplest protocol لنفترض كان عندي إرسال ما بين sender، هذا sender وهذا receiver. إيش راح يصير عندي هنا؟ راح يدز request إرسال الفريم الأول، ورا وصل هذا rival راح يدز الثاني، يدز الثالث. هذا يكون باتجاه واحد، ارسال يكون عندي باتجاه واحد، يوني دايركشنال بروتوكول، ارسال باتجاه واحد، هنا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي الفريمات اللي موجودة عندي. فهذا هذا النوع اللي هو يعتبر ابسط انواع البروتوكولات المستخدمة، يستخدم لارسال بيانات باتجاه واحد، حيث يتم ارسال فريم، هذا الفريم راح يصل، راح تتوالى بقية الفريمات اللي موجودة عندي. هنا أنا طبعا ايش نفترض؟ نفترض انه السندر والريسيفر يكونون بنفس السرعة، هنا أنا يكونون بالبروسينج، يعني يستلم بيانات ويعالجها بنفس الوقت، يكون حتى وان كان اكو هناك اختلاف بمن بالتايم، راح يكون عندي الوقت اللي موجود عندي يكون قليل جدا ممكن انه انهمله. الداتا لينك لاير من تستلم البيانات اكيد راح اسوي ريموفز فور ذا هيدر مثل ما قلنا فروم ذا فريم اند هاندلز او هاندز ذا داتا باكيت تو اتس نتورك لاير، راح اسلمها علما للنتورك. قلنا احنا يتم ازاله الهيدر، وقلنا بالهيدر شو موجود؟ موجود الادريسنج للسورس والديستنيشن مباشره، ويصير عندي معالجه علما للداتا بصوره مباشره. بمعنى اخر ما راح يصير عندي هنالك اي ارباك بعمليه الاستلام للفريمز اللي موجوده عندي. زين، هذا النوع الاول، النوع البسيط. نيجي المن للنوع الثاني اللي هو النوع الثاني اللي اسمه الستوب اند ويت. النوع الثاني يسمونه الستوب اند ويت. الفريم اللي واصله عند الريسيفر عادة بصورة عامة يصير اسرع
من معالجتها. هنا حتى يعني اكيد الريسيفر من تجي بيانات عند مثل ما ذكرت انه ما راح يقدر يعالج البيانات ويستلمها. قلنا الاسباب انه ممكن انه البفر يصير عندي يعني يمتلئ، وبهاي الحاله نحتاج لما للفلو كنترول. هنا بهاي الحاله ما راح نفترض انه السندر اللي موجود عندي هذا والريسيفر انه اثنيناتهم بنفس السرعه، راح يكون اكو اختلاف، يعني راح يكون السندر يدز بيانات بصوره اسرع من الريسيفر، وبالتالي راح يصير عندي مشكله. المشكله انه راح تتراكم عندي الفريم، وبالتالي ما اقدر انه اعالج واستلم هاي البيانات. زين هنا بهاي الحاله خصوصا لو كان عندي يعني مثلا عندي هنا سيندر وريسيفر، بهاي الحاله لو كان عندي عندي اكثر من مصدر، هنا اي هنا بي سي، هنا هم كان عندي تواصل ما بين بس هنا السيندر وهذا الريسيفر الاي والبي، هنا أنا فقط يعني مصدرين، ممكن اذا كان مصدر ثالث هنا بهاي الحاله ما راح اقدر اسيطر عليه من على كميه الفريمز اللي موجوده عندي. هنا اذا كان عندي استلام من اكثر من سورس هذا راح يؤدي لان الفريم يا اما يصير بيها ريجكتد او انه الفريم يسمونها دينال اوف سيرفيس، يصير بيها دينال اوف سيرفيس يعني يصير اغراق من الفريم الواصله المن الى الريسيفر. هاي الحاله نحتاج انه الى طريقه بحيث انه الريسيفر يطلب من السندر يقلل من سرعته بصوره يعني اقل. وشلون هاي شلون راح يسيطر عليها؟ يسيطر عليها باستخدام ما يسمى بالاكنولوجمنت. اكنولوجمنت اي يتم اعلام المصدر باستلام البيانات من قبل الهدف. يعني انا لنفترض عندي هذا ريكوست لفريم معين، هذا الفريم اندز المن للهدف، هنا ينتظر من عنده انه يدز له. شلون انت مرات من يدز رساله معينه بموبايلك يجيك فد تسليم يعني معين، العفو فد رساله انه يقول لك هاي الرساله انه استلمت، تم استلامها. بهاي الحاله هذا السندر دز فريم، نفترض الفريم واحد، اكنولجمنت اجت لي هنا، من وصلت الاكنولجمنت عرف انه هذا السندر عرف انه هذا الفريم اللي دزيناه وصل بصوره صحيحه. بهاي الحاله عملية الاكنولوجمنت اللي موجودة هنا راح تقلل لي مين من الزخم اللي موجود وين بالريسيفر. نعم تم اعلام المصدر استلام البيانات، اولا تأكدت انه بصورة صحيحة، شغلة ثانية انه قلل مين من كمية البيانات المرسلة بصورة متكررة بصورة سريعة. زين هنا أنا وصل دز شادز دز الفريم الثاني، كذلك راح انتظر المن لي اكنولوجمنت اللي موجودة هنا أنا حتى يدز الفريم الثالث. شنو المشاكل اللي موجودة عندي بهذا النوع؟ هذا النوع اكو عندي مشاكل، شنو هي المشاكل اللي موجودة عندي مثل ما تلاحظون؟ يقول هنا ان stop and wait protocol at any time there is only one frame that sent and waiting to be acknowledgement. This is not good for the transmission media to improve. هنا خلينا نتوقف اللي هنا. جاي يقول انه هنا أنا عندي بالستوب اند ويت بالوقت الواحد تدز فريم واحد، زين انا عندي يعني عدد كبير من الفريمات، بيانات كبيره تقطع من مجموعه فريمز. بهاي الحاله راح ارسل فريم واحد وبالتالي هذا ما يكون جيد بمن بانظمه الاتصالات وانظمه الارسال. هنا احتاج انه ادز كميات كبيره من البيانات، وبالتالي الفريم الواحد وانتظر اكنولجمنت يجيني، هنا راح يصير عندي فد مشكله معينه. شلون احسن هاي المشكله؟ احسنها ب تو امبروف افشنسي مالتيبل فريمز شود بي ترانسميت وايل سند از ويت تو وان اكنولجمنت ذس كولد سلايدنج ويندو، حتى انه ما راح يصير عندكم كونفيوز بمن بالانفورميشن ذات اي جيفينج تو يو. هنا أنا احتاج انه اختصر لك، عندنا مثل ما شرحت لكم عندنا نويزي شانل شرحنا بيها سمبلست بروتوكول، والنوع الثاني ستوب اند ويت اللي شرحته لكم اللي هو يدز فريم واحد بالوقت الواحد وينتظر انمن للاكنولجمنت. هنا حققنا الفلو كنترول. عندي اكو بروتوكولات تابعه للنويزي شانل تنطوي تحت ما يسمى بالسلايدنج ويندو. السلايدنج ويندو
شو يسوي؟ يدز مجموعة فريمز، مجموعة فريمز ينتظر إلى اكنولجمنت واحد. يعني هنا أنا سلايدنج ويندو بصورة مختصرة، هنا أنا راح أذكر لكم عنه شيء. مثلا أنا عندي سيندر وعندي ريسيفر، شو يدز؟ يدز واحد اثنين ثلاثة، الأول والثاني والثالث. شو ينتظر من الريسيفر؟ ينتظر من عندي اكنولجمنت ثلاث. شاف هاي السندر وهذا الريسيفر. السندر داز ثلاث فريمات، انتظر المن لاكنولجمنت الثالث، يعني وصل له ثلاث، يعني هنا من اديز اديز اربعه وخمسه وسته. واضح؟ تجيني السته هنا افتهم انه داز ثلاث بيانات صحيحه بصوره ثانيه او ثلاث فريمات بصوره ثانيه. هنا أنا ما ندخل بالتفاصيل مالته او الانواع مالته، عندنا طبعا الانواع اللي موجوده بي اللي هن ذكرناهم لكم، اللي هو جو باك ان والسلكتيف ريبيت ريكوست، اللي عندنا نوعين من انواع السلايدنج ويندو. زين، نحتاج انه نشرح هذا الرسم اللي امامكم. شوفوا عندي كم منطقه، عندنا هاي المنطقه الاولى وهاي المنطقه الثانيه وعندي هاي المنطقه الثالثه وعندي هاي المنطقه الرابعه، هذني مهمات نحتاج انه تكتب ملاحظات عليهم. ذني اول ثلاثه، ذني الثلاثه اللي تشوفوهن، احنا قلنا دز ثلاثه، مو دز ثلاثه يعني كان عندي فريم بي سته، يعني نفترض هنا أنا. هنجي ناخذ ملخص، طبعا هنا أنا هواي يعني عندي اعداد هواي من الارقام هنا. نفترض عندي هنا أنا. صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذا ثمانية بيتس. أول ما دز هنا أنا دز دز أول ثلاثة، دز دز له الريسيفر دز اكنولوجمنت ثلاثة. احنا عرفنا ان هاي اول ثلاثة عندي تم ارسالها، شوفوها هذين الثلاثة تم ارسالها، اللي هن وين؟ اللي هن موجودة بيمن بالكتاب. شو يقول ذني وصلا؟ يقول اول ريجين عندي، اول خانة اللي وصلت تم استلامها، استلام اكنولوجمنت لها، انه انا حصلت على الاكنولجمنت. وهنا انا ما احتاج انه اكون وري، يعني اكون قلق about this frame and keep no copy of them يعني هنا أنا ما يحتاج انه احتفظ ايميل بنسخه من النسخ اللي موجوده عندي. واضح؟ فهاي اول ريجين موجوده عندي. طبعا حتى هنا أنا اعطيك المختصر، هنا أنا من يجي هنا أنا العفو، هنا ذكرت لكم طبعا اني هذا عبارة عن سلايد. شلون السلايد هنا أنا يجي ياخذ الدور، هنا ايش راح يصير؟ هنا مو 3 7 8 9 0 ذني راح يدخلن الدور بيمن بالنطاق باعتبار ذني الرسلان، وهكذا. اذا المنطقة الثانية اللي راح تصير عندي، المنطقة اللي هي هاي، شنو شرحها؟ المنطقة هاي الملونة هنا أنا تم ارسالها وما نعرف حالتها هي وصلت او لا. هنا بهاي الحالة يجب علي من على الهدف ان ينتظر، يحتاج انه ينتظر لمعرفة هاي المعلومات وصلت او لا. شو يسمونها؟ يسمونها outstanding frame، يعني يسمونها المعلقة. دزها لكن ما عرف انه هاي البيانات لحد هسه ما جاينا acknowledgement. بالنسبة للمنطقة الثالثة اللي هي هاي، هاي المنطقة مثل ما تلاحظون، هاي المنطقة الثيرد رينج، شو يقول عنها؟ يكون هي مرسلة ولم تستلم لغاية الآن، يعني هسه أنا عندي هاي رسلت وصلت بس ما اجتني اكنولجمنت، هاي رسلت بس ما مستلمة لحد هاللحظة، يعني ما وصلت إلما للريسيفر. هاي المنطقة الثالثة. بالنسبة للأخيرة المنطقة الرابعة اللي مثل ما تلاحظون هنا، هاي لحد هسه انا ما راسلها، لغاية الآن لم ترسل، يعني ما واصل لها السلايد اللي هو عملية التشفيت اللي واصله. فهسه نعيدهن،
المنطقة الأولى اللي هي اندزت ووصلت لها اكنولجمنت وما يحتاج انه اسوي لها كوبي للفريم، هاي يحتاج انه اسوي لها كوبي يعني المعلومات اللي يعني ما امسحها، المفروض هاي ما تروح من عندي لان هاي وصلت لكن ما ادري بيها وصلت بصورة صحيحة او لا. بالنسبة للمنطقة اللي وراها صار بها المنطقة الثالثة مرسلة بس ما مستلمة لحد هسه، موجودة بالميديا اللي موجودة يعني من لحد هسه ما واصلة عندي. المنطقة الرابعة شنية ما وصل لها السلايد اللي هنا. أنا طبعا أحبتي الأعزاء طبعا كملنا المحاضرة، طبعا من نهاية الكتاب مثل ما تلاحظون خلصت هنا المحاضرة، هاي هنا في الملخص عن المحاضرة أو عن الشابتر الثالث، وهاي ريفيو كويستشن أحتاج من عندكم إنه تحلون هاي الكويستشن، وراح يكون مطالب بالجوجل كلاس روم أحتاج من عندك إنه تحلي السؤال الرابع مسائل من عندي، والسؤال الخامس أحتاج من عندكم إنه توجدوا لي الإجابة بالجوجل كلاس روم. وأحبة الأعزاء أحتاج عندكم إنه طريقة الإرسال، إنه ترفق لي ملف سوي لي يا أما PDF أو وورد أو صور لي صورة جابة صورة بصورة بالموبايل مالتك وتدزها لي، لأن أغلبكم بالواجب السابق بالجوجل كلاس روم من جيت أصحح الواجبات اللي اعطيتكم إياها، ومثل ما تعرفون الواجبات هي مهمة جدا ولها درجة بيمن بالتقييم مالتك. فالدرجات فمن جيت أصحح الدرجة الواجب مالتكم لقيت العدد كبير من الطلاب انه داس يعني مسلم بس ماكو فشي فارغ يعني، وانا رديت عليكم فاحتاج من عندكم انه ترسلوا لي الواجب ذاك السابق وهذا الواجب. احبتي الاعزاء ان شاء الله بالمحاضره القادمه، قبل لا انه نذكر ايش راح ناخذ بالمحاضره القادمه احب اذكركم انه بالشابتر هذا شرحنا الداتا لينك لاير، بيه شرحنا الفريمينج، وقلنا الفريمينج عملية التأطير اللي هي مثل الرسالة أو المسج العادي، شرحنا الأنواع مالت الفيكسد والفاريبل، وشرحنا الفلو كنترول وطريقة الفلو كنترول والبروسيجر اللي موجود بيما بالفلو كنترول اللي هو سمبلست بروتوكول والستوب اند ويت والسلايدنج ويندو، وكذلك ذكرت لكم انه الايرور كنترول اللي هي تحتوي على الايرور ديتكشن والايرور كوركشن انا شارحه لكم بمحاضره كامله. المحاضره القادمه ان شاء الله راح نطب بيمن بالفصل الرابع اللي هو النتورك لاير، وراح نشرح لكم بالتفصيل شنو معنى النتورك لاير او العفو الفاكشنز اللي موجوده بيم النتورك لاير. ان شاء الله التقيكم بالمحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.